احنا هنتكلم على الرول اوف سي تي في الاريثميا، تمام، اللي هو مينلي في البري ابليشن. احنا مش بنتكلم عن كل انواع الاريثميا طبعا. هناخد بس هنت سريع عن ايه هو السكوب اوف ذا بروبلم، يعني هي قد ايه موجوده، تمام. هتلاقوا ان هو مينلي احنا بنتكلم على الاتريال فايبريشن، ده هيبقى معظم الكلام. نقول حاجه صغيره سريعه بس عن الفنتريكولار اريثميز واذر ابلكيشنز ممكن نستخدم فيها السي تي. هو الستاتستكس اللي معموله، طبعا للاسف احنا ما عندناش في مصر ستاتستكس يعني معموله كويسه، لكن مثلا حاجه زي امريكا يعني هم بيقولوا ان عندهم حوالي 14 مليون بيشنت، بيبقى في منهم حوالي 800,000 بيهوسبيتالايزد كل سنه. في حاجات منهم طبعا بتبقى اكيوت ولايف ثريتنينج، في حاجات ثانيه بتبقى مور كرونيك. ايه فكره الاتريال فايبريليشن؟ اللي بيحصل ان بيبقى فيه زي الكتريك فوكس موجوده في الليفت اتريوم، وهي بتفاير بلسز اسرع من الاس اي نود، فبالتالي هي بتستيميليت الايه الاي في نود، فدي بتعمل مشكله للفنتريكل. الفنتريكل بعد كده بيبيس على يعني ريت من 30 لغايه 300، تمام. ف يعني هو المفروض ان من ضمن طرق العلاج ان هو بيعملوا كارديوفيرجن او بيدوا له دراجز، لكن مش كل العيانين للاسف بيستجيبوا للموضوع ده. فظهر ريسنتلي حاجه اللي هي الار اف ابليشن، ان هم يدخلوا يابليت الفوكس اللي هي بتعمل الالكتريك امبلس دي، تمام. وبعدين بتحدد ازاي اللي هتطلعوا في اماكن معينه؟ هو كان اول ما بداوا كانوا بيبقوا عايزين يبقوا سبيسيفايد على مكان الفوكس بالظبط، فكانوا بيقعدوا يدوروا عليها باكتر من طريقه اللي هي الالكتريكال ماب اللي هم بيعملوها. لكن دلوقتي بقى الكونسبت الاكتر ان هم بيدخلوا لقوا ان معظم او في كتير من العيانين بيبقى السبب هو جاي من البالمونري فينز، فبيدخلوا يابليت البالمونري فينز. وكانوا برضه في الاول تارجتد على فوكس معينه، بعد كده بقوا يعملوا حاجه اسمها ايزوليشن، يعني هم بيعزلوا خالص البالمونري فين عن الايتين. وهنقول دلوقتي يعني هو الكونسبت ده ازاي. طب ايه الرول بتاع السي تي في العينين دول؟ هل هو ليه رول ولا لا؟ طبعا ليه رول كبير، لان هو الاناتومي بتاع البالمونري فينز فيري كومبلكس، ومش سهل انه يتشاف لا بالقسطره ولا بالايه ولا بالايه. يعني هما كانوا في من ضمن الطرق ان هما يدخلوا وهما بالقسطره يحقنوا في الليفت اتريوم عشان يبقوا غير البالمونري فين، فهموا جوه الاتريوم ريتروجريد، يعني يحقنوا جوه الفين نفسه. بس ما بيدهمش برضو الشكل الفري دي اللي هم يخليهم يتخيلوا يعني منظر البين عامل ازاي. وكذلك برضو الايه هم بيدخلوا انترا كاتيتر ايه اللي هو بالقسطره، يبقى في ايكو جوه الاتريوم نفسه، ومع ذلك برضو هو الفيل بتاعه بين النيرف، ما بيسمحلهمش ان هم يشوفوا كل حاجه، تمام. فمن هنا جت اهميه السي تي. السي تي بيقدر ان هو يشوف الاناتومي بتاع البالمونري فينز كويس جدا، طبعا احنا عاملين الكلام ده قبل ما يدخل بالقسطره. ومن ضمن المميزات كمان تقدر تركب الصور بتاعه الالكتريكال ماب اللي هو بيعملها وقت الاثار اللي بتاعت كارتو، تركبها على الفوليوم بتاع السي تي، يبقى عندك شكل اناتوميكال، وفي كمان المنظر بتاع الايه الالكتريسيتي بتاعه الايه. طيب ده منظر كده للاثار اللي هم بيدخلوا بيها، تمام. ده مثلا شكل الليفت سبيريت بالمونري فين، هم بيدخلوا ب حاجه كده اخرها دايره، تمام، اللي هي بتبقى موجوده هنا دي ايزوليت، وده اللي هو الابليتور نفسه الابليتنج كاتيتر اللي هو بيكوي بيه، تمام. هو الغرض ان هو يقطع، يعني هو بيقول لك ان هو في زي فاسيكل كده موصل ما بين البالمونري فين للليفت اتريوم، تمام. هو ده اللي عمال بيفاير ايه بيفاير امبلس، تمام. هو يعني هو عايز يقطع الباثوي ده، تمام، فبيخش يابليت هنا عشان يقطعه خالص. هو ده شايف يا باشا، هو ده الكلام بيبقى بلايند، هو بيدخل بالقسطره دي، يدخل بس جوه البين ويحط الايزوليتد بتاعه، وبعدين يبدا ان هو يابليت دايره سيركمفرنس، يحرقها دايره من دي. يعني هو ماشي بيه ده؟ يعني هو لا هو في الاغلب ما بيبقاش شايف. هو كايرو ولا؟ لا لا ده ار اف ابليشن، راديو فريكونسي ابليشن. بالظبط. طيب هو ليه اصلا ده بيحصل؟ في حاجة اسمها الميكارديال سليفز، البالمونري فينز بيطلع اكستنشن من الليفت اتريوم يحاوط البروكسيمال بورشن من البالمونري فين اللي هو داخل في الايه؟ في الليفت اتريوم. عشان كده
هو البلمونري فين بيبقى عنده البوتنشال ان هو يطلع الكتريكال امبلسز. وزي ما انتم شايفين هتلاحظوا ان السليفز على الناحيه الشمال اطول من الناحيه اليمين، وخصوصا على الليفت سوبيريور بلمونري فين. فهو ده فعلا هو الموست كومن سايت اللي بيبقى فيه الفوكس. تمام؟ عشان نعم. مكان السليف زي ما بقول لك كده، المفروض ان الوول بتاع الفين مختلف عن الوول بتاع الليفت اتريوم. الوول بتاع الفين ما فيهوش مايوكارديا. تمام؟ هو منين بيعمل الكتريكال امبلسز؟ هم لقوا لا ان في جزء من الاتريال وول بيكستند حوالين البلمونري فين ويحوط. تمام؟ فبالتالي هو ده الجزء اللي بيحصل فيه الفوكس اللي بتعمل الامبلس. بيكو ما بيكو داير ما يدور. هنا السليف طوله مختلف، يعني السليف طوله في كل فين مختلف. اطول سليف هو بتاع الليفت سوبيريور بلمونري فين. مش ريدج، لا هو جزء زي البريكارديا كده بيطلع يحوط الاورطه. هو مايكارديا ولا بريكارديا؟ لا مايكارديا. المايكارديا اسمه. طيب ده الشكل اللي هو بتاع الكارتو اللي هي دي ماب بتتعمل للاتريم عن طريق ان هو يقيس البوتنشال بتاعه. تمام؟ فهم بيقدروا يركبوا الصور بتاعه الكارتو دي على صور السي تي، يعني صور الكارتو ما فيهاش اناتومي. تمام؟ فالسي تي بيفيده ان هو يقدر يشوف الاناتومي في نفس الوقت، يبقى عارف فين الاماكن اللي فيها الايه؟ اللي فيها الابنورمال الكتريستي. تمام؟ طيب ده شكل للبلمونري فينز وللهارت يعني. ده اللي بيسموه الابيكارديال في ار اللي هو فوليوم ريندر. انا عامله للهارت من بره، وده المنظر اللي هو بيسموه الفلاي ثرو او الاندوكارديال فيو. انا شايف دخلت الايه؟ البلمونري فينز جوه الليفت ايه. تمام؟ هي دي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نعملها. زي الفيرشوال اندوسكوبي جوه الايه؟ جوه الهارت. تسمح لي ان انا اشوف الفتحات بتاعه الاي تي ام من جوه. زي ما انتم شايفين، احنا شايفين كام فتحه جوه الاي تي ام من هنا؟ دول خمسه. خمسه. اللي بتقتل الادمي. بالظبط. تمام؟ لكن هو يعني المفروض الاناتومي ان احنا بنلبسه يعني الكلاسيك اناتومي ان هم اربعه بين اثنين سوبيريور واثنين انفيريور على كل ناحيه زائد الليفت اتريال ابدومين. انتوا عارفين طبعا ان الفاريشنز كتيره، هنيجي للفاريشنز زي ما بنقول. تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين الاوستيوم وبين الديستيبيوت؟ عشان تسمعوا الكلام ده، حاجه اسمها اوستيوم حاجه اسمها ديستيبيوت. الاوستيوم هي فتحه البلمونري فين سيبرت في الليفت اتريوم. اي بلمونري فين هيفتح سيبرت في الليفت اتريوم هيسموها اوستيوم. تمام؟ الفيستيبيول ده هو اللي بينكلود الاثنين بلمونري فينز على كل ناحيه. يعني بمعنى انا عندي اثنين يمين واثنين شمال. فزي ما انتم شايفين كده مثلا، هو هنا جايب المنظر بتاع الليفت سوبيريور والليفت انفيريور. فتحه كل واحد منهم لوحده اسمها اوستيوم. فتحه الاثنين مع بعض دي اسمها ايه؟ اسمها فيستيبيول. بس كده بس دي اوستيوم واحده. دي اوستيوم واحده. ما هي اوستيوم واحده، ما الفيستيبيول هنا بيتكلم. يعني ده الليفت سوبيريور بالمونري فين، ده الليفت انفيريور بالمونري فين، ودي الليفت اتريال ابندج. الفتحه الواحده دي اللي متشاور عليها هنا اسمها اوستيوم. تمام؟ از لونج از ان هما الاثنين فاتحين بسيبرت اوريجنز، سيبرت اوستيا سوري. تمام؟ ودي برضه اسمها اوستيوم. الجزء بقى اللي بينكلود، لو انا عملت انكلوجن للبوث اوستيا كده مع بعض، ده يسموه فيستيبيول. فالمفروض في العادي لما يكون عيان عنده اثنين يمين واثنين شمال يبقى عنده كام فيستيبيول؟ اثنين. تمام؟ سنة هحتاج كان في ناس بتتكلم ان هو بيقابليت كل الايه؟ كل الفيستيبيول. الفيستيبيول ده اثنين في كل واحده ناحيه؟ يعني واحد على كل ناحيه. واحد على كل ناحيه، هما اثنين فيستيبيول، واحد على كل ناحيه. في رايت فيستيبيول وفي ليفت فيستيبيول. تمام؟ طب لو كان كومن دي معلش اوستيوم يبقى اوستيوم مش فيستيبيول. لا مش دي فيستيبيول. لا لا لا، انت كده شايف دي برانشات ليه بعيده، دي مش داخله في الليفت اتريوم. اتفقنا عشان تقول عليه ان هو اوستيوم ممكن ترجع عشان تسمع عشان كده فيستيبيول واحده. بالظبط. لكن ده برانش داخل فيه بعيد عن الاتريوم. تمام كده. لا هو دايما اثنين فيستيبيول، بس هو ممكن يبقى فيستيبيول واحد والتاني كومن اصلا.
تمام، لكن ما ينفعش يبقى اكتر من فيستيبيول. كويس، ما ينفعش يبقى عنده اكتر من 2 فيستيبيول، هو ماكسيمم 2، ممكن يبقى عنده 2 او 1 لو هو عنده كومن اوستيوم. عنده كومن اوستيوم، كومن اوستيوم للناحيه الشمال مثلا، هيبقى مسموح مش هتسميه بقى فيستيبيول، هو اسمه اوستيوم. هم مع بعض وفتحوا كومن اوستيوم. مش فتحتين، الاثنين. طيب لازم يكون فيها جزء من الجزء. ماشي. البلمونري فين نفسه بيقسموه لثلاث سيجمنتس، تمام؟ اول سيجمنت بيسموه V1 V2 V3، تمام؟ V1 لغايه اول فيرست برانش. هو طبعا تسميه برانش في الفينز دي مش ممكن تسميها امفروس بوتفيتي، بس هو بيتقال عليه برانش يعني مجازي. بس اني هاو لغايه من اول الاوستيان ده اللي بيسموه الاتريو بلمونري كونكشن، تمام؟ لغايه اول برانش بيخش جوه الفين هو ده اسمه V1 او بيسموه ترانك، وهو ده الجزء المهم بالنسبه لنا. كل اللي بعد كده مش مهم، ان هو ده الجزء اللي بيبقى عليه الادليشن، تمام؟ الترانك ده المفروض ان احنا نقيس له طوله قد ايه، تمام؟ وهنقول ايه اهميه ان انت تقيس طول الترانك، تمام؟ ماشي. فين طوله من اول اوستيام لغايه برانش كبير، لغايه اول برانش او برانش يدخله او برانش يدخله، صح كده؟ يبقى ده طول الترانك بالظبط. ده لو بقى عايز، تمام، مسميه فين ويتر كونكشن. طيب بالظبط. دي الفيوز اللي هي المفروض اتليست 8 فيوز دول موجودين في اي فحص يتعمل، اللي هي الابيكارديال فيوز، ومش مطلوب مني ان اعمل اي مقاسات، انا بس بحطها له باورينتيشنز معينه، دي بزوايا معينه، تمام؟ احنا بنستعيد عن كده ان احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل له سيمي لوب، بناخد اكشوال دام مور ذان ريكوايرد يعني، بس اتليست لازم الثمانية فيوز دول يكونوا موجودين، تمام؟ عشان هو كم واحدة في الفي ار تي، بس هو محركه في ديفرنت فيوز، وزي ما انتم شايفين كده هو جايب الايه؟ جايب الاتريوم والبلمونري فينز بس، تمام؟ في ناس يعني كونتروفيرجل اذا كنت تحط الابنج او لا، عايز تحطها حطها، مش عايز تحطها ما تحطهاش، تمام؟ مش شرط، في ناس تحطها بس عشان ما حدش يتلخبط فين اليمين فين الشمال، تمام؟ لكن سواء حطيتها ما حطهاش مش مهم، تمام؟ هو ده بس بيدي للكلينيشن ايديا عن البالوني فينز والانجليشن بتاعهم في دخولهم في الايه؟ في الليفت ايد. انا المفروض ببقى كاتب له في الريبورت هم كام واحد، كام اوستيوم، وبدي له المقاسات بتاعت الاوستيا وبتاعت الترونكس، تمام؟ طيب ده المنظر اللي احنا قلنا عليه اللي هو الايه؟ الاندو. شايفين هم هنا عمال قايس مقاسات كده معينه، تمام؟ المقاسات دي اللي هي ايه؟ هو ده اسمه اوستيوم، ده اللي هو رايت سوبيريور اوستيوم، ده رايت انفيريور اوستيوم، تمام؟ وفي فتحه سيبرت هنا لوحدها ثالثه، ده اللي هو مين؟ الرايت ميدل. كده كام فيستيبيول ده؟ فيستيبيول واحد، اللي هياخد كل دول هيبقى اسمه فيستيبيول، هيبقى واخد الثلاثه دول مع بعض. ده ناحيه واحده. لا مفيش. لا طب يعني انا قصدي بس بس لو كان في واحد ثاني رايت ميدل، يعني السوبيريور بتاع اللوور، السيبيول بتاع الرايت لوور داخل برضه هي كل الاوستيوم، حتى لو تحت حتى لو يعني هو بقى السيبيول واحد بالظبط، تمام؟ على كل ناحيه، على كل ناحيه، تمام؟ طيب السوليد لاين اللي بيقيس الريدج اللي موجود ما بين السيبرت اوستيا جوه الاتريوم ده بيسموه ايه؟ بيسموه سادل، تمام؟ سادل سادل سموه انتر بالمونري سادل، تمام؟ ده وول من الاتريوم اللي هو بيفصل ما بين الايه؟ ما بين التو اوستيا. بعض الناس بعض الكلينيشنز بيطلبوا ان تقيس له السادل ده قد ايه، تمام؟ ومن هنا تيجي اهميه الاندوكارديال فيوز دي. زي ما قلنا الايبيكارديال فيوز انا ما بقيسلوش منها حاجه، لكن الاندوكارديال فيوز ممكن اقيس له منها السادل. دي موجوده، بس دي يعني للاسف دي لازم تتعمل على ورك ستيشن، ما ينفعش تعملها على فيو يعني. قصدي على الفيليبس مثلا؟ الفيليبس موجود، على الفيليبس موجوده وعلى سنجل جي. ماشي، تو دي مش عارف اسمها يعني تيديس جدا ومش اكل. يعني هو مشكله ايه ده؟ مش انا بقول لك دي المانداتري اللي انا احطهم لازم الاوستيال ميجرمنتس اللي هم الدايمترز بتاعتهم اللونجست دايمتر والشورتست دايمتر والمين، او اكشلي المين هو المهم، والسيركمفرنس الاريا بتاعتها قد ايه، زائد ترنك طول الترنك، تمام؟ بس محدش يحط ايه؟ لازم تحط ايه؟
هو ده اوتوماتيك على فكره، يعني هو الجهاز بيطلعه والسادل ده لا ده اوبشن، يعني مش كل الناس بتحط. يعني السادل اللي عايشين سادل كود اللاين ولا اللاين اللي عارف بتاع الاصل؟ انا بقول لك لا اهو السوليد لاين ده اللي هو المسافه ما بين الاوستيوم اللي هو بتاع الرايت سوبيريور والرايت ميدل، ده ايه ده واحد ده سادل، والتاني ده سادل تاني برضو ما بين الرايت ميدل وما بين الرايت انفيريور. تمام كده السوليد لاين اهو ده اسمه سادل ما بين الرايت سوبيريور فين اوستيوم والرايت ميدل فين اوستيوم، التاني ده اسمه سادل برضو ما بين الرايت ميدل وما بين الرايت انفيريور. تمام وده اسمه انتر بالمونري سادل. تمام ده عباره عن جزء من الاثيال وول، عشان في حاجه تانية اسمها انترا بالمونري سادل اللي هو الخط المنقط ده بقى ايه ده جوه البالمونري فين نفسه. تمام جوه البالمونري، مش احنا قلنا البالمونري فين ده بيجي له برانشات، فالبرانشات بتاعته هي كمان في ما بينها وبين بعض سادلز. تمام بس دي مالهاش قيمه كبيره. دي عباره عن ايه ده جزء من الوول بتاع البالمونري فين، مش دعوه باثنين خالص. تمام ايه ده اللمف بتاع الكرانك مهم، ما انا بقول لك من اول الاوستيوم لغايه الفيرست برانش ده اول برانش. طيب السادل ده بس عشان يبقى هو عارف هو في مسافه قد ايه ما بين كل اوستيوم والتاني، ما هو بيقابليت كل اوستيوم يبقى عايز يعرف هم قريبين من بعض ولا بعاد عن بعض، دي حاجه بتساعده بس في الايدنتيفيكيشن. طيب الحاجات المطلوبه مني مانداتوري في الريبورت قبل الابليشن هو الاوستيال ديامتر بتاع كل فين قد ايه. تمام اللينث بتاع الفيرست اوردر برانش ده اللي احنا قلنا عليه اكترون او الفي 1 سيجمنت. تمام هو في نوتري كونكشن اه، والاكسترا بالمونري فينز هل في اكتر من واحد ولا لا، لان كل اوستيال لازم يبقى ابليتد. الشيب بتاع الليفت اتريوم ده مش يعني في ناس بتقول بنحسب الشيب بنحسب الفوليوم، مش مندت يعني مش بالضروره انت تقول الليفت اتريال اباندد ثرومبس دي اكستريملي امبورتنت. تمام وان كان السي تي مش هو احسن موداليتي تشوف بيها ثرومبس، احسن موداليتي تشوف بيها ثرومبس هي تي اي، تي اي هو الجولد ستاندرد. تمام لكن المفروض انا اخلي بالي برضو، يعني انا بعمل الفحص لو انا اقدر ان انا اديله المعلومه دي ده كويس، لان دي هتغير الديسيجن، هي لو عنده مش هيعمله ابليشن. يقصد الاكسترا بالمونري فينز يعني ان هي زياده عن الاربعه، يعني هو المفروض زي ما بقول لك في لا مش اكسترا بالمونري يعني لا يعني يقصد ان هم في اكثر من اربعه اكسسوري بالظبط اكسسوري بالمونري. طب بص دي مش مهمه قوي صراحه، وكان الناس بتتكلم على الليفت الارنجر بالذات اللي هو موضوع التشيكن وينج والحاجات دي بس لا دي مش روتين يعني. هي دي بيقصدوا بيها الكلام، دي في الاغلب هي بي ابليشن. هو على فكره مثلا في موديول على الفيليبس هو مخصوص للليفت اتريوم والبلوني فينز بيعملهم على طول، يعني تسي ان هو ده مش موجود. طب احنا ازاي هنعمل ريكونستراكشن؟ على طريقتين طبعا، طريقه اللي هي التراديشنال بتاعت تقصقص، بتاعت تقص، دي طريقه تيديس جدا ومشكلتها لازم تخلي بالك انت ممكن تقص ايه؟ فين او برانش اللي هو هيفرق كتير في طول الترنك. عشان كده هو مانداتري ان لازم الراديولوجيست اللي هيكتب او ايفر اللي هيكتب الريبورت ما يكتبش الريبورت من الصور بتاعت ال 3 دي بس، لازم يبص على التولي بس يبقى متاكد ان الريكونستراكشن اللي اتعمل معمول مظبوط. تمام الطريقه الثانيه الاحسن شويه في ان انت ترسم الاتيم والبالوني بينز اللي هي بيسموها البينتنج بينت برش سيجمنتيشن اللي احنا بنعملها، بنقعد نلون كده، بنقعد نلون الاتيم والبرجيت، دي اسهل طبعا واحسن ان انا اي دونت مس، مش هفوت حاجه. تمام طب انت هتسيبها ليفت اتريال ابيلتي او ليفت اتريال بارتيكولر دي كل ده انت بتشوفه انتو دي هو الريكونستراكشن او الريكونستراكشن هيمس مش هيشوف. تمام طب والبالمونري فين؟
لا ده مش علاقة بالاليشن بتاع الاف ابليشن بتاع الاي اف فابريشن، ده حاجة ثانية. ده انت في البليسمنت بتاع بالظبط هنجيب عليه برضو هنقول عليه حاجة. طيب هل في رول للايمجينج ديورنج ابليشن؟ احنا لسه قايلين من شوية ان احنا بناخد الفوليوم بتاع السي تي هم بيحطوه على الكارت وهم شغالين، فده ديورنج ابليشن هو شغال. بص ابليشن هو الاسسمنت اوف كومبليكيشن والستار كونفيكيشن، تمام؟ دي حاجات كلها برضو حاجات المفيدة. ده شكل كده بيوريك الباترنز المختلفه بتاعه الايه بتاعه البالمونريز. الشكل اللي هو المعتاد ان هم اربعه، اثنين سوبيريور واثنين انفيريور كل ناحيه. ممكن يحصل ايه لو جمعت طول فايت جمعت طول الاثنين فايت لفوا وراحوا فتحوا مع الليفت عشان ده سبب كده غلط ماشي يبقى كله فتح كومن اصلا. بس يعني قصدي الفاريشنز يا جماعه الفاريشنز بتاعه الاناتومي endless، يعني انت ممكن تشوف اي حاجه مش حاجه كتير جدا. يعني هو مثلا هنا مش راسم ان العيان يكون عنده مثلا سبعة بالمونري فينز. هل ممكن العيان يجي عنده سبعة بالمونري فينز؟ طيب احنا بنشوف بس الحاجات اللي هي الموست كومن ان يبقى فيه كومن اوستيوم في الاغلب يبقى على الشمال، تمام؟ والموست كومن يبقى في سوبر نومري فالمونري فينز يبقى على اليمين. هنا مثلا ده اللي هو الميدل، هنا ممكن كل سيجمنت من الميدل يدخله بسيبريت اوستيا، تمام؟ هنا السوبيريور لوب داخل بسيبريت. عشان كده مهم جدا اصلا ان انت تراجع ال 2 دي، يعني انت ما تعتمدش بس على 3 دي، انت ما بتعرفش الفين ده جاي من انهي لوب، فعشان تقول ده بتاع انهي لوب لازم ترجع تاني للايه؟ 2 دي. تمام. وهنا بيوريك ان مثلا الميدل والسوبيريور لوب جم بكومن ودخلوا في الايه في الروف بتاع الايه، ده اللي هو السوبيريور بالمونري فين الرايت اللي هو داخل لوحده سيبريتلي في الروف بتاع الايه بتاع الايه. انا ما اعرفش هو انهي برانش، مش قادر اشوف من هنا الصراحه، ممكن تكون بتاع الابر لوب كله. ده شكله في الايه في 3 دي ريكونستراكشن. ده شكل ازاي احنا بنحسب او بنقيس نورمال فينوس بروشن زي بتدخل. ده الدايمترز اللي احنا بنكتبهم، المكتوب هنا اللي هو المين دايمتر. المين ده بيجي ازاي؟ احنا بنقيس اللونجست والشورتست بالبنديكلر عليه وبناخد المين بتاع الايه المقاسين دول، لازم نقيسهم كده اند اون زي ما انتم شايفين. فمثلا في بعض الورك ستيشنز هتلاقيها هو بيعملها لك اوتوماتيك، لكن احنا هنقدر ان احنا نعمل الكلام ده مانيوال، ان احنا نعمله على المالتي بلانر ايمجينج ونجيب بيه الايه الاند اون، تمام؟ وبنقيس كمان السيركمفرنس ده او الاريا بتاعت البيت. اللينث اوف ذا ترانك احنا زي ما اتفقنا ان هو منين؟ من اول الاوستيوم بتاعه لغايه الفيرست برانش، ده اسمه ترانك، تمام؟ انت هنا انت مش شايفه هنا، هو يعني انت خلي بالك ان برضه عشان تحدد فين فيرست برانش لازم تشوفه في اكتر من بلين، ان هو ممكن يكون يبان في الكورونا ما يبانش في الاكزيل، تمام؟ عشان كده سهل الاول انت تبص على انت بعد ما رجعت خلاص ال 2 دي بلين وتاكدت ان هي didn't miss a branch في ال 3 دي ريكونستراكشن، ترجع لل 3 دي ريكونستراكشن عشان تعرف في مين منهم في ايه في برانشات قريبه. هو ايه قيمه قياس الترانك ده؟ في حاجه اسمها اوستيال برانش. لو في برانش داخل في الترانك وذين مسافه 5 مللي من الاوستيوم بيسموه اوستيال برانش، يعني هو قريب من الاوستيوم 5 مللي، وده طبعا عرضه ان يحصل له ايه؟ يحصل له ابليشن، هو بيكوي ان ده كمان يتكوي فيحصل له ستينوس. هو هيبقى تعرفوا عشان ان الموست كومن كومبليكيشن في العينين الار اف ابليشن هي فالمون فينس ستينوس، تمام؟ ماشي يا جماعه اتفضل. السلام عليكم ابو حميد، ايه الاخبار؟ يوم الجمعه
الجمعه لو فيها اثنين الجمعه لو فيها اثنين مش مشكله الجمعه لو فيها اثنين مش مشكله خلاص ماشي يعني الجمعه والسبت لو فيهم اثنينات مش مشكله يعني انت ترجع على حد يعني ماشي بس انت تبقى موجود لحد الصبح يعني موجود امبارح خلاص ماشي خلاص ماشي لا لا خلاص اطلع بدري شويه يعني مش مشكله اطلع بدري شويه ان عايز لا لا والله خالص لا والله خالص يا عشان تبقى الرولز ماشي ماشي اسامه خلاص زي ما قلنا احنا بنحسب هنا الدايمتر بنطلع المين دايمتر اللي هو من اللونجس والشورتس والاريا بنطلع اللينث اوف ذا ترانك اللي هو من اول الاوستيوم لغايه الايه فيرست برانش دي صوره بتورينا بس بعض الانوماليز اللي ممكن نشوفها في قبل البروسيجر يعني بالسي تي وممكن تفرق في يعني في البروسيجر نفسها مثلا ده عيان عنده انوماليس بارشال انوماليس بلوني فينس درينج يعني ده واحد من البلوني فينز اللي هو في الاغلب الرايت ابر راح دريند في مين في السبيري فينيكي تمام وده عيان عنده سوبر نومراري بلوني فين عنده الرايت ميدل دخل سيبريتلي في الايه في الليفت ايج طيب موضوع بقى الاسوفيجيال لوكيشن الاسوفيجيس موجود فين عشان هو زي ما انتم شايفين الصوره دي بتوريك ايه الشكل بتاع الليفت اتريوم من جوه والمكان اللي هو المفروض موجود فيه الاسوفيس تمام فالاسوفيس زي ما انتم شايفين كده بيبقى قريب قوي من المكان اللي احنا بنعمل فيه ابليشن او بنعمل فيه ابليشن تمام طيب ففي بعض الناس تقول طب خلاص لازم تقول لهم الاسوفيس موجود فين بالظبط هو قريب من ناحيه مثلا الليفت روميناس اوستيا ولا من ناحيه الرايت روميناس اوستيا هو الصراحه ان الكلام ده ملوش قيمه ليه بقى لان هو موبايل بالظبط هو الاسوفيجس بيتحرك فهو مكانه اللي انت شايفه في السي تي ده مش بالضروره يكون هو مكانه وقت ما هو بيعمل بروسيجر هو ليه رينج اوف موفمنت حوالي 2 سم ودي مسافه كبيره تمام فهو زي ما دكتور جبريل بيقول هم بيحطوا نيزو جاستر تيوب وهم بيشتغلوا طيب نيجي لحاجه برضو من الحاجات دي فيري كومن ان احنا انكاونتر وقت ما احنا بنصور العيانين ان احنا نشوف في هايبودنسيتي موجوده في التب بتاعه الليفت اتريال ادمج تمام طيب دي نعمل فيها ايه دي احتمالاتها يا اما يكون فعلا ترو ثرومبس او تكون سودو ثرومبس ما يكونش حاجه طب احنا هنتصرف ازاي ايه اللي بالعيان طيب مرتين الولاده شكلها فعلا كنت باخد مثلا قطع على ديليج يعني اول ما خلص الصور لو لقيناها بياخد نفس الكارت ده مصورينه ثاني تمام دي الطرق اللي احنا نتصرف معاها اما ان احنا نعمل ديليد ايمجينج ديليت ايمجينج المقصود بها بعد قد ايه المفروض تيبيكالي بعد 50 ثانيه من الحق تمام ما بنلحقش نغير الديتكتيف يعني على ما بنشوف الصور ونعمل طيب خلي بالكم لما يكون العيان جاي سبيسيفيكلي عشان كده تمام لازم اول حاجه ابص عليها تكون الليفت الادفانتج مع البرمونيتين تمام لان دي نقطه كروشال في الديسيجن هو هيلغي البروسيجر كلها لو في ليفت الادفانتج ترومبس ماخده بروم فروم فيرست مشكله طيب ثواني احنا ليه نقلب العيان اصلا يعني احنا لو خدنا ديليت ايمجينج هيبان يعني هو بيقول لك هنا عيوب الديليت ايمجينج ان هو بياخد وقت وفي راديشن انا بصراحه عيوب البرون ان هو بياخد وقت اطول وفي راديشن زياده برضه فهو اكشلي هو مش لا 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 خدي كاتس نغطي بيها اللي بتبقى بين مش مشكله صحيح طبعا طفيه بس اكيد انت باين في شيء يعني بس المفروض انا هقول لكم دلوقتي احنا هنتصرف ازاي
قبل وبعد. يعني احنا بنتكلم الاول واحنا قاعدين على السكانر، قاعدين على السكانر وشفنا ان المنظر ده موجود، هنعمل ايه؟ انا معايا وقت لسه، هاخد السكان بتاعي اللي هو الديلي. تمام، موضوع ان انا اقلب العيان هو it makes no sense الصراحه. هي if it is a thrombus هتفضل thrombus وهو نايم على ظهره مش هتروح. تمام، ايوه consider it a thrombus. اوكي، لكن حكايه قلبه ديت مفيش حاجه بتقول ان ده امور اكيرت في انه يشخص الثرومبوس. تمام، اخر حاجه كده اسمها كوانتيتيف اناليسز، يعني دي يعني انا مش شايف ان هي براكتيكال خالص، هتاخد وقت طبعا. تمام، ده منظر مثلا عيان كان عنده هنا الفيلنج ديفكت ده موجود، لما اخذوا له ديلايد انهانسمنت ديلايد سكان لقوا ان ايه؟ ان هي توتالي فري مفيش اي حاجه خالص. تمام، مش كده جيرس دي، بس هم كانوا شكل دي مش هم بس واخده ليفل، مش بالضروره يعني واخده ليفل، هي ممكن تبقى واخده ليفل فتقول ان ده مش ترومبس، مش ضمنك ان جوه الحته الهايبودنس مش ترومبس، كان يمكن نبقى نفس الهوموجينس تيكتشر بتاعتها. لا، هي طالما الصبغه طالما الترومبس مش واخده صبغه خلاص هتفرق ايه عن عن النود اوبسايد بلاد؟ بس يعني صح ان احنا يعني الحاجتين اللي احنا عملناهم دول كانوا جايين في الكروني بصراحه، بس انا ما شكيت فيهم فعيدنا الحته دي. ماشي، فنعمل ده حتى لو انت متاخر شويه، بس انا بقول يعني ما تبقاش بس ده اللي هو موجنس. خلاص ماشي، ما هو بقول لك انت يعني خلاص لو خدت بالك من الاول هتعمليها الوقت ده. السؤال الثاني، السؤال اللي هيجي لي على بالضرب تكون اسجيجيتد ولا ممكن تكون مش اسجيجيتد؟ لا لازم تكون اسجيجيتد. هو اوريدي اوكي، قصدي انا لو بس يعني لو عملتها من اسجيجيتد ممكن تطلع مش مظبوط. هل لو الحاله جايه ده هيبقى بالظبط فريكونسي ابليشن اعمل سيرجري ثاني مثلا ولا حاجه؟ لا لا مفيش داعي، يعني there's no need طالما لقيت ان من الاول ان هي يعني كويسه خالص. ده يعني ده اكزامبل تاني لعيان كان برضو عنده فيلنج ديفكت في التب، لما جه قعد في الديليد فضل الايه فيلنج ديفكت موجود، فدي ثرومبس. طب في عنده كام حاجه؟ عنده اوكسيتر للتتر لبني معلش يعني حط اصل ده ريت تتر لازم. لا هو انت قصدك اللي هو ده. طيب هنا برضو دول اتنين عيانين كان عندهم برضو في فيلنج ديفكت في التب، دي الطريقه الثانيه اللي هو ان نايم العيان بروم ويشوف هي تملى ولا لا. دي توتالي مالت، الثانيه دي فضل فيها برضو ايه حتى كده سسبشس ان يكون في الانكفه، فدي ممكن تبقى ثرومبس. تمام، دي الطريقه الثالثه اللي هو بيسموها كوانتيتيف اناليسيس، ده يعني بيقول لك ان انت بقى انت ما عملتش يعني ده عدت على الشخص اللي كان قاعد على السكانر وراحت للهيكل ريبورت وهو ما معوش غير الصوره دي، فدي طريقه ممكن تخليه يقول هي فعلا ثرومبس ولا لا. انا ما اعرفش بصراحه ايه هي يعني ايه الماثيماتيكال ايكويشنز اللي هو معتمد عليها يعني، بس هو في الاخر بيحسب السلوب، يعني هو بيشوف الانترفيس ما بين الثرومبس وبين البلاد بول وبيعمل زي جراف كده وليه سلوب، السلوب ده ليه قيمه، لو هو طلع اكتر من 0.17 ده يقول لك ان دي ثرومبس. لا دي مش موجوده على الاوبسيشن بتاعتك. يعني هو بيقيس الانتنسيتي بتاعت الدنسيتي اكشلي الدنسيتي بتاعت الكونترست وبتاعت الجزء اللي هو الايه اللي فيه فيلنج ديفكت. تمام، ايه ده اللي هو التشينج في الدنسيتي دي نفسها؟ تمام، اللي هو بيسموها ال نورماليز ريت اوف تشينج في الاتنيويشن الدنسيتي يعني. تمام، لو طلع السلوب ده اكتر من 0.17 يقول لك دي ثرومب، لو طلع ما بين 0.03 و 0.17 ده اللي هو بيسموه اللي هو السموك، ان ده مش ده سلو فلو. تمام، لو طلع ان هو اقل من 0.03 يبقى ده نور ده ما فيهوش حاجه. طيب ده شكل التي اي بيوريك الكلوت في نفس المكان اللي فيه الريدج. طيب احنا في الكتابه بقى يعني في براكتيكال يعني احنا لا انا هنا مش شايف ايه فيهم صراحه مش شايف ايه. طيب لكن احنا في الشغل لو انا زي ما قلت لكم احنا على الجهاز وشفناها هنعمل الديتا انرجي، طيب خلاص هي عدت على الموجود وجات لك بالشكل ده، انت هتكتب في الريبورت ايه؟ هتكتب ان في هايبودنسيتي موجوده فيلينج التيب اوف ذا ريفت ايتل ابندج كويري
thrombus query non opacified blood تمام 4A TA ما عليك طيب المشكلة في العيانين عملية بالنك هي الريجولار كده حتى برضه as long as ان التب مثلا في طايفة عليها وفي حتت ريجولار وماليه as long as ان الليفت ابندد مش مليانه على الاخر مش مليانه كويس صبغه طلعش عليها ما تقولش دي لكن لو خدنا الدليفت خلاص خدت الدليل يبقى خلاص بالظبط لو فضل تاني ديفكت موجود في الدليل يبقى ده ترو فولس طيب يعني يعني هل هو ريشنلايز ان انا فعلا كل عين كورنري عادي بقى والاقيها مش ماليه اخد فعلا دليل المفروض ان انت وقت ما تشكي على طول في الابندد ترومبس تاخد الدليل حتى لو ده مش كوتش حتى لو ده مش كوتش لان ده دي نقطه مهمه تفرق في المانجمنت هتقول له دي بتعمل سيستميك لا يعني عشان احنا يمكن الحالتين اللي اخدناهم انا حسيت ان انا ايه اوفر سيتويشن يعني لان ما طلع منه بعد التدليل ما طلعش حاجه ما اقدرش انا اركز مع اثنين بس الوقت خليه رد عليك فقصدي ايفن لو هو في معظم حياته ينفع يرد فقصدي في ريشنال ان انت تاخد دليل فيهم لان دي نقطه مهمه نقطه مهمه جدا تمام جاست ايه ده؟ لون جرين اللي هو اللي هي جادولين يعني خشوا اللي هي جادولين بس مش هياخد وقت يعني واحد من 10 سنه انا بقول لك ايه النكست ستيب هتعمل له تي اي ولا تعمل له ام ار اي حسب الافيلابيلتي يعني لكن جولد ستاندرد جولد ستاندرد الثرومبس اللي في الانمج هو التي اي مش الام ار اي بس الام ار اي سوبيريور على السي تي طيب عشان كده هو ايه احسن من سيتي طبعا مفيش راديشن في مشكله ثانيه بتقابلنا في العيانين دول بالذات العيانين دول عندهم مشكله في الهارت ريت وعندهم اريثمي في مشكله شويه في تصويرهم ففي يعني شويه تيبس كده المفروض نبقى عارفينهم عن العيانين دول في التصوير بتاعهم ازاي تتعامل مع الاريثميا لما تلاقيها في العينين دول اول اهم نقطه في الموضوع ان انت تريكوجنايز اصلا الاريثميا يعني انت لو ما خدتش بالك ان هي موجوده انت مش هتتعامل معاها تمام فلازم الاول تاخد بالك ان هي موجوده من ضمن الوسائل اللي تتغلب على الموضوع انت تعمل نون جيتد سي تي ده في حاله ان كل الميجرز فشل يعني انت خدت كل الميجرز اللي انت تقدر تعملها في حالات الاريثميا عشان تطلع فحص كويس جيتد وفشلت طب البديل ايه ممكن اعمل نون جيتد بس المشكله مش كل الاجهزه بتقبل احنا بنتكلم على ان احنا نشوف البالمونري فينس اناتومي هنعمله زي سي تي تشست تمام هو ليس اكيوريت عن طبعا الجيتد لكن هو احسن من القسطره واحسن من الايه ستيل قصدي بعد ما تصورت سلاريزمي ولا تقدر تصور في الايمج دي انت جاي بتصور مش عارف تصور تاخد جيتد ايمجز عشان في اريثمي تمام وخدت كل الميجرز وفشلت البديل هل ينفع اعمل نون جيتد ينفع اقل طبعا في الاكيرسي بس هو ده ساعتها هو ده البديل طيب من ضمن ما انا قلت احنا هناخد كل البروسيجرز اللي بنعملها الاول ما نفعتش هناخد بقى من ضمن الحاجات اللي احنا هنقلل الملي امبير ونلغي اللي هو كيوب كارنت موديل اللي هي كيوب كارنت بالظبط يدي الدوز زي كل بالظبط هي دي عيبها ايه طبعا عيبها ان هي فيري هاي دوز لكن الميزه فيها انت تصنع كل الفلوس لا امتالي بس عشان تقلي الرادي بقى ده بيعلي البنتريشن شويه بيعلي البنتريشن ما انت بتعلي الكي في وبتقلل الملي امبير كده هنا عندنا اللي هو كده بص يعني هو كان في كلام ان لا يعني المفروض يقللوا الهارت ريت بتاعهم تحت 93 تمام بس ريسنتلي يعني بقى بيقول لك حسب الماشين بتاعتك لو الماشين قبلت خلاص يعني لو الماشين بتاعتك تشتغل على هارت ريت 100 مثلا في حالات زي دي خلاص اوكي اشتغل الطريقه الثانيه اللي هي بتاعت ان احنا ان تيرن اوف الاريثميا كوركشن وناخد
تريجر عند 45% بطريقه احيانا بتنفع برضو بتبقى ايه طلعته كويسه. اعتقد دي احنا بنعملها في ال اكتر من 40 لا التريجر ده ملوش علاقه التريجر ده اللي هو السايكل. لا بس نعملها لا اكتر من 40 اه الاوتريت رينج. طيب تاني حاجه الماشين نفسها ايه ده مسات ايه طب ما دين دي يعني هو ما حددش لسه التشينج في ال بصي التشينج في السايز بتاع البلمونري فينز مش زي الارتريز يعني البغش ما اثرش قوي بالسيستول داستول مش زي الاورطه مثلا البلمون. طبعا ان انا استخدم ماشين فيها لارج فوليوم ديتكتور دي طبعا بتخليني اقدر ان انا اتغلب على الاريثميا زي ما قلنا اهم نقطه هي الريكوجنيشن انا ما خدتش بالي ان الاريثميا موجوده مش هعرف اصلا اتعامل معاها. طيب البوست ابليشن الرول بتاع السي تي فيها ان انا ايدنتيفاي الكومبليكيشنز زي ما قلنا من اشهر الكومبليكيشنز هي البلمونري فين ستينوزس واكشلي اشهر سبب للبلمونري فين ستينوزس هو الابليشن لكن في حاجات تانية ممكن تحصل برضه زي بلمونري فين ثرومبوزس دايسكشن انفاركشن. طبعا لو بقى كرونيك الستينوزس ده وفي اكتر من فين ممكن يديفلوب بلمونري هايبرتنشن ده بالنسبه للبلمونري فين نفسه. في اذر كومبليكيشنز في الانترا ثوراسيك يعني كومبليكيشنز بلورال افيوجن بريكاردال افيوجن بريكارديتس كارديك بريفريشن اكسترا. طبعا ايه ده طبعا الحاجات التانية اللي ممكن تحصل الكومن كومبليكيشنز تحصل من القسطرة عموما زي الهيماتومز مكان الفيمرال ارتري والكلام ده كله الاي دي فيسترز والسيستميك امبولاي دي بعض يعني اكزامبلز للكومبليكيشنز. هو ده عيان مورينا المنظر البلمونري فين بتاعه قبل الابليشن وبعدين اميديت بوست ابليشن وبعدين بعد ابليشن بفصل. هو اميديت بوست ابليشن بيبقى فيه كده كده ايديما فمعظم العيانين اصلا بيجي لهم ستينوزس حسب بقى هو هيموديناميك سيجنيفيكانت ولا لا. تمام لا دي اميديت دي على طول بعد البروسيجر ثاني يوم عملت له هتلاقيه بالمنظر ده لان القديمة بمكان الابليشن زي اي انجري هيعمل مكانه قديم. تمام لكن ليتر اون هل بعد كده هيحصل فايبروزس ولا لا مش ده مش 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 شرط مش لازم يحصل. تمام واستنت من الاول يعني ممكن احنا نركب لهم هنا هو ليه مفيش صوت؟ موت ليه مفيش صوت؟ ليه؟ امس كده شوف انت تقول لا ايه في صوت؟ that cannot be displayed. طيب ماشي ده example تاني الcomplication اللي حصل فيها اسوفجيال بيرفوريشن. تمام ده الاسوفجس باين ان هو في يعني شويه تيكنينج في الوول لا لا انا يعني شايف ان هي ما يتعلقش عليها لان هي اصلا فانت لو قلت له هو قريب مثلا من ناحيه الليفت اوستيا هيجي وقت البروسيجر ينقل الناحيه الثانيه. انا ممكن اجود واقول له سيرت الجاستريك فيوجن لا لا مش لازم. تمام هنا مثلا في اير بابل موجوده بره الفيسينتي بتاعت الايه بتاع الاسوفجس دي نوتنج ممكن العيان يبقى فيه ريفريش. تمام طيب ده عيان تاني لقينا في اير بابل جوه الليفت اتري هجي له منين؟ في الاغلب هجي له من اسوفجيال فيست. تمام ده عيان حصل له بالمونري امبولاي بالمونري ارتيريال امبولاي بعد البروسيجر.
من ضمن برضو الحاجات اللي بتحصل اللي ممكن يحصل فرينك نيرف انجري وفيجاس نيرف انجري بس الفرينك نيرف من الحاجات المشهوره شويه. هم في الكورس بتاعهم بيبقوا معديين جنب البالمونري فيز فممكن وقت الابليشن هم نفسهم يحصل لهم انجري. الانجري مش بالضروره يكون بيرمننت ممكن يبقى تمبرري وبعد كده يرجعوا تاني ايه يبقوا كويسين لكن ممكن يبقى بيرمننت انجري ويحصل دايما يحصل دايماتيك بيرسيستنت. تمام ايه ده هي دي من ضمن الكومبليكيشنز المتقاله يعني ممكن يحصل بالمونري ارتيريال امبولاي نتيجه الابليشن. ايه الميكانيزم بالظبط لا ما اعرفش. طيب ده عيان برضو في اتريوسفجيال فيستلا باين هنا الكونتراست تريكلد من الليفت اتريوم للايه للاسافيس. تمام يعني هو الفيسترا شخصها في وجود الايه في الليفت اتريوم دي بالنسبه لي شخصها حتى لو ما شفتش الفيسترا نفسها. هو ده مش كده يعني هو سيريس اكستريملي سيريس يعني اه يليف اكيد. طيب من ضمن برضه صدمات السي تي يعني ده الجزء الاولاني بتاع الاي اف تمام لكن في صدمات ثانيه للسي تي في الاريثميا زي مثلا اللي هو الباي فنتريكولار بيسر امبلانتيشن. ان انا من الحاجات اللي انا عايز اعرفها عايز اعرف الكورونري ساينس اناتومي الكورونري فينا ساينس اناتومي عامل ازاي. ففي ناس بتعمل له زي مابينج كده وتقيس الدايمترز بتاعته في ديفرنت بوينتس عند الاوستيوم بتاعه وعند الفيرست برانش وعند الايه السكند برانش. تمام برضه في عينين الفنتريكل اريثميا بقى برضه من ضمن الحاجات اللي بتعمل لهم هو الار اف ابليشن. ممكن ندخل ونعمل لهم ابليشن بس دي بيدينا هنت على الاناتومي بتاع الليفت فنتريكل نشوف التكنس بتاعه قد ايه. طبعا موضوع اللوكيشن بتاع البريفيس ام اي وسكار الام ار اي مور سوبيريور عن الايه عن السي تي في الحكايه دي. لكن السي تي بقيمته اكتر صراحه في الكورونري اناتومي بيعرفوا لنا كويس احسن الام ار اي. طبعا برضو الانترا بروسيجر جايدنس نفس الطريقه اللي كانوا بيستخدموها اللي هي بتاعه الكارب بيركبوا صور السي تي على الالكتريكال ماب. دي شويه صور بتورينا الاناتومي بتاع الكورونري ساينس اناتومي الكورونري ساينس كورونري ساينس. هو الكورونري ساينس هو البيجست فينس درينج للايه للهارت اللي بيخش في الرئه. هو موجود فين؟ هو موجود في الانتيريور بارت من الليفت اي في جروف. تمام طيب هو قبل كده بيبقى جاي منين؟ هو جاي من فوق بيبقى حاجه هو في الاول بيبقى اسمه ايه في فين اسمه جريت كارديك فين. هو جريت كارديك فين ده بيكونتينيو از الكورونري ساينس اسمه جريتر بالظبط. طيب ايه اللاند مارك يعني اللي ما بينهم اللي بيعرفني؟ هو المفروض في الحته دي في فالف حاجه اسمها بيوسنز فالف. تمام في بعض الاوقات ممكن تشوف في السي تي لكن في معظم الاوقات مش هتشوف هو حجمه صغير جدا. اللي بيعرفك اللاند مارك ده اللي هو حاجه اسمها ليجمنت اوف مارشال تمام او بسموه فين اوف مارشال. انتوا عارفين البيرزس نفس بيبينا كيفا البيرزس نفس بيبينا كيفا بيروح فين؟ كورونري ساينس. طيب في الناس بقى اللي ما عندهاش بيرزس نفس بيبينا كيفا هو الريمننت بتاعته بتعمل ايه؟ تعمل الليجمنت مارشال ده اللي هو بيمشي على البصير اسبكت بتاع الليفت اتريوم تمام قريب جدا من النكت بتاعت الايه؟ بتاعت الليفت اتريال ابندج. فبيعمل اندنتيشن على الليفت اتريوم في الحته ديت اللي هي بتظهر جوه از كومادين رينج او وارفارين رينج. تمام كده؟ فهو الفين ده هو البيلاند مارك الجنكشن ما بين الجريت كارديك فين وما بين الايه الكورونري ساينس. تمام الكورونري ساينس نفسه هي بالظبط هو بيبان في السي تي ممكن تشوفيه في السي تي. تمام نعم يعني بصي انا مثلا في 3D construction هو السهم ده مشاور على مكان دخول هو اكشلي بيبقى فيه فينيول صغير اللي هو الريمنت بتاع البزستن لسه هو اللي بيدخل جوه الكورونري ساينس في الحته ديت.
هو هنا بيلاند مارك الجنكشن ما بين الجريت كارديك فين وما بين الكورونري ساينس. تمام. الكورونري ساينس ذات نفسه هو كمان بيبقى ليه ايه؟ ليه فالف في فتحته في ال او اللي هو بيسموه في الجيزيان فالف. تمام. هو فالف ليفلت واحده بس. تمام. وشكله فاريبل، ممكن يبقى حجمه كبير او صغير، ممكن يبقى كومبليت، يقصد ان هو يعني ما هوش ملوش فري ايدج، ماسك في ناحيتين، بيبقى فينستريتد، فيه اشكال كتير. مطلوب مننا قوي اشكال. ايه ده؟ الفالف ده هو ده اللي هو ده. تمام. ما بين الكورونري ساينس وما بين الرايت ايتري. تمام. ده اسمه سبيديوم فالف. تمام. ده كتير هتشوفوه، ده سهل جدا. بيبقى جاي، لا هو جاي من فوق، احنا كده تحت، هو جاي له من فوق، انت مش هتشوفيه هنا. الجريت كارديك فين اللي هو تكمله الكورونري ساينس. يعني ده الانفير بارت بتاع الايفي جروف، ليفت ايفي جروف. الجريت كارديك فين بيبقى موجود في البروكسيمال بارت من فوق. طبعا فكره تحديد الديليد انهانسمنت في الام ار اي والفيرسس سي تي، ديفينتلي الام ار اي جو سوبيريور على السي تي، سواء في الكاركترايزيشن او في اللاك اوف راديشن. فيعني لما يجي لك حد عايز يكوانتيفاي او ايدنتيفاي مكان الفايبروسس في المايكارديوم، ديفينتلي انا مش هعمل له سي تي، انا هعمل له ام ار اي. تمام. السي تي ممكن يبقى ريزيرفد بس في الحالات اللي هي ايه، كونترا انديكيتد انها تخش ام ار اي، عم بقى مركب بيس ميكر، مركب الفاد، وساعتها تبقى تعمل له سي تي. يعني الكونسبت بتاع الليجادرينيوم في السي تي هو بالظبط بتاع الايه، بتاع الام ار اي، ان هو السكار تيشو بيريتين الكونتراست. فلو صوت العيان ديليت بعد 10 دقايق هلاقي السكار واخد الفانس. يعني الاحساس دايما بيبقى حلو لو استنى 10 دقايق. بيتعامل زي الام ار اي بالظبط. بس احنا دايما بنشوفه لو طلعت ايه ده؟ نشوف هايبودنس. السكار هايبودنس في الاول، يعني احنا لما بنيجي نصور مثلا عيان كرونري، تمام؟ انا مصوره في زي بالظبط الفيرست باس بتاع الام ار اي. لو صورت فيرست باس السكار هيبان ايه في الام ار اي؟ هايبو، عشان هو هو زي الام ار اي بالظبط. طب معلش لو ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف سي تي هيبان الاسكار، هيبان كويس جدا على فكره. بالمناسبه يعني هو ده يمكن الكوانتيفيكيشن بتاع الاسكار في السي تي هتلاقوه احسن من الام ار اي، لان السبيشال ريزولت بتاعه عالي جدا. تمام. لكن راديشن كتير، يعني انا عشان اصور العيان ب سي تي جيتد عشان اسس الاسكار وانا اقدر ادخله ام ار اي اعمله له 10 دقائق بس. هو ريزيرف ممكن، يعني لو انت عايز تعمله بقى يعني خلاص مانداتري، انا عايز اعمل ستار كونتيكيشن وعيان مركب بيس ميكر، هدخله خلاص، هدخله ممكن يكون لو تشوفه دايما في الكابج، عين الكابج نشوف اللي هو الرينج السودا دي، مش عارف ده فات في التريشن ولا سكار في الايرلي، يعني ممكن يبقى سكار. الاسكار ممكن يبان طبعا هايبودنس زي بالظبط نفس الكلمه، ممكن يعمل بس خلي بالك برضو ان هو يعني معروف ان السكار بتاع المايكارديا ممكن يحصل فيه فيبريليشن، فده دي يعني مش حاجه رير. مثلا ممكن ياخد فيه كالسيفيكيشن، نفس الكلام زي المرات. دي حتى صور ل يعني ريكونستركتد ايمجز ل سي تي مورينا في ترانس ميورال سكار موجود في الايه، في الليفت فنتريكل. هو معلومات يا دكتور سان كده غير حاجه في السي تي ولا كله ام ار؟ لا بس هو يعني لا طبعا ده كده على طول. لا هو طبعا ده حد تاني، عن تاني ده الصور دي سي تي صح؟ ده سي تي بس ده ديليت، ده مش ام ار. بدك النور ليه ماشي؟ ممكن يكون انفيوز. لا لا هو ده الديسك اللي انت بتكافيك النوم. ايوه انا فاهم، بس ده ديليت ايمجينج، مفيش ايرلي ايمجينج هيجيب لك الـ انا مش عارف طالع ده ليه، بس ماشي. هل هو حاجه ولا ثاني؟ انا ما اعرفش هو عمل ايه التكنيك يعني بتاعه، انا ما اعرفش التكنيك بتاعه ايه، بس هو ده ديليت ايمجينج. يعني تصور لو صورنا مش هيبان كده الرد ابيض في الاغلب، هيكون وش ده. ايوه في الاغلب يعني ممكن بيحرق تاني، المشكله يعني نور وبلط وكده كده سكر نور بيت ما كده مش عارف ماشي. اوكي ممكن.
انا ما اعرفش هو عارف تكنيك انا ما اعرفش لكن يعني نعم هو ده شكل بس اللي هو ال ده شكل بتاع الالكترو اناتوميكال ماب اللي هم بيعملوها تمام يعني كل حته من الميكارديوم بتاخد لون معين بناء على الفولتج بتاعها دي هتلاقوا الاسكار هو واخد اللون اللي هو الاحمر ده واللون التالت ده اللي هو لون النورمال ميكارديوم ده في فينتريكل ده ولا اتريال ده فينتريكل طب هي الصوره دي بعد ما عمل السوبر كومبوزيشن على السكيان ولا لا دي صوره لا دي صورته هو بس تطلع كده هنا كان يتعمل يعني في ناس كان عملوا ستدي بيأسس السكار بالسي تي وبالالكترو انتوميكال ماب ويقارنوا الاثنين ببعض تمام برضه العينين بيبقوا كيم ديفايسز تمام زي الاي سي ديز او كده ممكن ان انا اعمل لهم سي تي يعني طبعا ممكن انهم عينين يبقوا اصلا كنت نعملوا ام ار اي المشكله طبعا ان ده بيأثر على الايمج بتاعتنا زي ما انتم شايفين ده ميتال فبيعمل ميتاليك ارتفاكت ممكن ان هو يهندر البروبر اسسمنت بتاع العينين دول طبعا لو انا استخدمت تيوب كارد موديليشن ده هيزود الراديشن ليه؟ لان هو التيوب كارنت موديليشن بيعتمد ان هو بيقيس في الاول الدنسيتيز اللي موجوده كل ما كان في دنسيتيز عاليه هو بيعلي التيوب كارنت اللي هو مطلعه فطبعا وجود الميتال هيخليه يطلع كميه اديشن كتيره جدا وفي نفس الوقت تبقى الصور فيها ارتفاكت من الميتال ده ممكن يخليها اصلا ميموري يعني المفروض اتشيل من ده هيزود الراديشن بتاعه الكيردوز غير ان هم طبعا اصلا بيبقى عندهم اريثميا بتاع الكيفي كومبنسات لو انت ما عندكش اريثميا في الكونستراكشن ايه ده بتاع الكيفي هتعلي الكيفي بتاعه هتزود الراديش عشان بس تبين لو انا بتعامل من امبير ماشي هو انا بيتكلم سبيسيفيكلي على تيوب كرنت موديليشن مش على الكيفي خالص طب نشتري تيوب في الكونستراكشن ب 200 جنيه دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تتغلى فيها الموضوع دي طريقه بتخلي الميتاليك ارتيفاكتس تبقى اقل في التصوير كتير كان معايا طريقه مكلفه شويه هو سامحك قلت موضوع كورونا ساينس ده معقول لما بيعمل بيس اللي هو باي فنتريكولر باي فنتريكولر بيس ما بيحتاجش بقى للبلموناري فينز لا عشان يركب ليه في ليفت فنتريكل يدخل على طريق الكورونا ساينس هو بيبقى